السلام عليكم، انا عبد الرحمن من قناه محبي كلاب الجيرمن شابرد. اللي عايز يا جماعه ان انا ما كنتش بنزل فيديوهات في الفتره الكبيره دي، سامحوني يا جماعه، بس يا ريت الناس تشترك كتير. يعني ان شاء الله في الفتره الجايه دي هنزل فيديوهات باستمرار. يعني كلب النهارده هو البج. الكلب دوت بلده هي المانيا. الكلب دوت جميل جدا، قصير وشرس، بس الكلب ده حنين بطريقة ما حدش يعرفها يا جماعة. الكلب دوت لما بتيجي مثلا في نقطة الخيرة مثلا وصدره بيبقى عريض، بس الكلب ده عيوبه كتيرة برضو. من أول عيوبه إنه فمه أو الماوس بتاعه قصير شورت، فلما بيجي عنده مشاكل كتير الكلب البج ده في التنفس. الكلب ده داخله بكنوه، مش داخله، هو البكنوه اتعمل من البق زي ما انتم شايفين، نفس البوز، الفرق ان ديله اطول، شعره اطول. الكلب دوت تناياته كتير في وشه وفي ظهر. العمر المتوقع من 7 ل 17 سنة، وساعات كتير. الكلب ده شقي جدا، بيحب الاطفال بطريقة لا توصف، عشان تكون يعني محدش بيعرفها. شكله مع انه يخوف، واخد طبع الاستعداد، بس هو جميل جدا، هو امور جدا. الكلب دوت على فكره ما حدش عمل عنه فيديوهات كتير قوي في مصر، مش منتشر الفيديوهات. هو في منتشر في مصر، بس التقليبات العاليه قوي مش منتشر. سعر التقليبات اللي هي مثلا اللي على قد حالها بيبتدي من 2000 ل 3000 جنيه. المستويات العالية جدا من 5 ل 7. الكلب دوت عائلات كتيره بتحبه جدا. ليه بقى؟ لانه كلب يصلح في البيت، بيقعد فترة طويلة جدا. الكلب ده الوانه مش كتيرة قوي، هو بيتصف في اللون اللي هو كله بني وبقه اسود ومرخية، واللون الاسود زي ما انتم شايفين. الفيديو قصير ماشي، بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا فيديو الفيديو. السلام عليكم، يلا باي.